تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما صباح التفاؤل وصباح السعادة، ونتمنى إن شاء الله يعني يومكم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ودائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحتكم. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. أستاذ نمر صباح الخير. وأنا محدثكم عبد الله جمعة، وأيضا مستمعينا ومن خلال برنامج صحة وسعادة أرحب بتواصلكم ومشاركاتكم معنا خلال الساعة على الأرقام التالية 600-551-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم دائما مستمعين الأعزاء، التذكير بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. دائما طبعا علينا الالتزام بهاي الإجراءات الوقائية، الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، وأيضا لبس الكمامة، ودائما غسل اليدين بشكل مستمر. نستعرض معكم مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ودائما عندنا أخبار محلية وعالمية، واليوم عندنا خبر بخصوص موضوع الحمية الغذائية اللي من خلالها ممكن تكون عرضة لكسور العظام بنسبة 43%. بنخبركم أكثر التفاصيل في هذا الموضوع. وأيضا عندنا خبر آخر عن أنواع الزيوت اللي تساعد أو تنهي موضوع الشخير اللي عندهم مشكلة الشخير. وفقرة السوشيال ميديا مثل ما عودناكم دائما، وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية. أما فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، اليوم بنتكلم مستمعين عن قسم مهم وخدمة مهمة ومميزة في مستشفى راشد بدبي، عن قسم جراحة اليد. بنتعرف أكثر عن هذا القسم والخدمات اللي قدمها هذا القسم. ومثل ما عودناكم دائما، فقرة أو مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تمدد الأوعية الدموية الدماغي. وأما بخصوص موضوع التغذية اليوم تحت عنوان تغذية الحوامل. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم عن تطعيمات الخاصة بسرطان عنق الرحم. فهاي كلها مستمعين الأعزاء فقراتنا لهذا اليوم. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. خلنا ناخذ مستمعينا الأعزاء أول خبر اليوم تحت عنوان حمية غذائية. ممكن من خلال الحمية هاي تكون أنت عرضة لمشاكل في العظم، وبالأخص موضوع هشاشة العظام أو كسور العظام بنسبة 43%. حذرت دراسة جديدة بأن الأنظمة الغذائية، وبالأخص اللي عندهم النظام الغذائي النباتي، هم أكثر عرضة بالإصابة بكسور العظام بنسبة 43% مقارنة بمن يأكلون اللحوم. وطبعا الدراسة هاي نشرت في مجلة MBC Medicine، والتي أجريت طبعا الدراسة على ما يقارب 50,000 مشارك يعيشون في المملكة المتحدة، وتم تتبعهم على مدى عقدين من الزمن. وإن التخلي عن لحم الحيوانات اللحوم يعني يضعف العظام، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلة هشاشة العظام. وطبعا مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون اللحوم والأسماك، وجد العلماء أن أولئك الذين يتناولون كميات أقل من الكالسيوم والبروتين كانوا أكثر عرضة للكسور.
وأيضا أكدت الدراسة بأن النباتيين أيضا أكثر عرضة بنسبة 43% للإصابة بالكسور في أماكن مختلفة من الجسم. ومن خبرنا عن موضوع الحمية الغذائية بناخذ فقرتنا الثانية مستمعين الأعزاء، فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم أخوي عبد الله وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباح النور أختي أسماء وصباح السعادة، شو بتخبرينا اليوم؟ أول شيء من الأخبار اللي كانت متداولة يوم أمس عن القطاع الصحي أو مستجدات كوفيد 19 هو الإعلان عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءا من تاريخ 4 ديسمبر وفق عدد من الشروط والاشتراطات والإجراءات الاحترازية. فهاي من الأخبار اللي صراحة لاحظنا إن وايد ناس يعني كانت مستانسة من الخبر وتداولة بسعادة اللي هو عودة صلاة أو صلاة الجمعة في المساجد. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت في قائمة التواصل الاجتماعي وكان من حسابات هيئة الصحة بدبي، دشنت هيئة الصحة مختبر الكيمياء الحيوية الذكي في مستشفى دبي الذي يدار بشكل كامل من خلال أفضل تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي ومن دون تدخل بشري، وهو يعني المختبر يقدر يسوي 2 مليون عينة في السنة وأيضا يمكن أن يضاعفونها أو مضاعفتها إلى 10 ملايين عينة سنويا. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها دائما تصلنا أسئلة عن كيفية نزع أو أن الواحد يشيل الكمامة من الويفة، حطينا بعض النقاط كيف واحد ممكن ينزع الكمامة بشكل صحي وصحيح بدون ما يلمس الأماكن اللي تكون معرضة للميكروبات والفيروسات. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها معلومات حول فحص كوفيد 19 عن طريق اللعاب واللي تم اعتماده مؤخرا في منشآت هيئة الصحة من عمر 3 سنوات إلى عمر 16 سنة. ونحن أيضا نتمنى من الجميع استخدام التقنيات الذكية الموجودة وخدمات الموجودة في تطبيق هيئة الصحة مثل حجز المواعيد، حجز موعد الإنفلونزا، حجز موعد كوفيد، وأيضا الحصول على المقابلات مع أو الاستشارات الصحية عن طريق التطبيق وأيضا حصول على نتائج الفحوصات الطبية من التطبيق. أيضا في ختام يعني مداخلة، نتمنى من الجميع أخذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطية مثل التباعد الاجتماعي، لبس الكمامة، وأهم شيء غسل اليدين بشكل مستمر. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا أختي أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي، مهم جدا اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، ومثل ما ذكرنا في البداية يعني المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين، غسل يدين، وأيضا لبس الكمامة. قبل لا نطلع فاصل مستمعين الأعزاء، أحب أن أذكركم دائما بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق بالإمارة في دبي مول، عفوا في مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وأيضا سيتي سنتر ديرة، وبإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 8342 لمزيد من المعلومات حول هاي الخدمات المتميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي وأيضا الفحص فيروس كورونا في مراكز التسوق بدون مواعيد. ولكن إذا اللي حاب يعني يستفسر أكثر عن هذا الموضوع بإمكانه الاتصال على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي. بناخذ وياكم مستمعين الأعزاء فاصل، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، وبعد الفاصل عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة. اليوم بنتكلم عن خدمة
كثير مهمة وقسم كثير حيوي ومميز في مستشفى راشد بدبي قسم جراحة اليد، وبيكون اليوم معانا ضيف الدكتور باسم عبد الحميد أخصائي جراحة العظام في قسم جراحة اليد بهيئة الصحة بدبي، ونتعرف أكثر عن هذا القسم والخدمات اللي قدمها هذا القسم، ولكن بعد الفاصل. خلكم يانا مستمعين الأعزاء وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ونرحب أيضا مستمعينا الأعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا الثانية مستمعينا اليوم عن قسم جراحة اليد بمستشفى راشد، طبعا يعتبر من الأقسام الحيوية والأقسام المهمة في مستشفى راشد، معني بكل الأمور اللي تخص موضوع البتر اليد ولا الأصابع ويمكن بعض الأجزاء الأخرى، اللي بنتعرف أكثر عن هذا القسم اليوم مع الدكتور باسم عبد الحميد أخصائي جراحة العظام في قسم جراحة اليد بهيئة الصحة بدبي بمستشفى راشد. دكتور باسم صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الله بالخير. مرحبا دكتور، نحن نعرف أن قسم جراحة اليد من الأقسام المهمة والأقسام الحيوية بمستشفى راشد، بحكم أن أيضا يعني دكتور وجود القسم هذا أو وجود مركز الإصابات والحوادث ونوعية المرضى والمستويات الحوادث اللي توصل، أكيد يعني القسم يعتبر يعني له دور حيوي جدا. خلنا دكتور قبل هذا نتعرف على يعني نوعية المراجعين، أو تعرفنا على قسم جراحة اليد. جراحة اليد هو قسم تابع طبعا قسم الكسور في مستشفى راشد. نعم. وهو معني تقريبا بس باليد، وأي إصابة متعلقة باليد، سواء متعلقة بإصابة الكسور العظام أو الأعصاب أو الشرايين أو أي شيء يتعلق من المعصم للأصابع، يعني اليد كبرها. نعم. ونوعية المراجعين عندنا تقريبا بشكل أساسي هي الإصابات، مثل الإصابات الرياضية وإصابات العمال وما يتعلق بها من الكسور والجروح مختلف أشكالها. طبعا في منها الإصابات الشديدة وفي منها الإصابات البسيطة. هذه الإصابات يعني الأكثر شيء عندنا. بعدين عندنا من نوع المرضى اللي هم مثلا عندهم التهابات مفاصل في اليد، تشوهات خلقية بالنسبة للأطفال، عندك الأورام، هاي كلها احنا عندنا هالمراجعين نشوفهم يعني. صحيح دكتور، طبعا مثل ما ذكرنا في البداية بأن يعني نوعية الخدمات اللي يقدمها هذا القسم طبعا دقيقة جدا، لأن حتى دكتور اللي أنا عارفه في حالة إذا تم بتر اليد بالكامل يعني من الجلد إلى الجلد فهناك علاج عندكم، فريق متكامل. لو نتكلم دكتور عن الفريق الطبي في هذا القسم اللي يشمل يعني استشاري العظام، أكيد طبعا استشاريين الأوردة والشرايين الأعصاب، لو نتكلم في هذا الجانب يعني التجانس اللي موجود في قسم جراحة اليد، اللي يعني كيف يتم متابعة هاي الحالات الحرجة، وقد تكون يعني دكتور أيضا يعني حالات مختلفة، ممكن تكون يعني بسيطة، ممكن توصلكم حالات بليغة، ممكن مثل ما ذكرنا اليد بالكامل يعني فيها بتر. نعم صحيح، احنا خدماتنا 24 ساعة في اليوم. بالنسبة لإخوان الحالات الطارئة دائما في عندنا شخصين منوبين يوميا استشاري وأخصائي يستلمون الحالات الطارئة واللي تحتاج تدخل سريع في نفس الوقت يعني. وإحنا تقريبا مكونين من 8 أشخاص، 8 دكاترة، 3 منهم استشاريين و5 أخصائيين. نعم. وموجودين على طول يعني الدكاترة، بس مثل ما قلت في شخصين أو بين 40 ساعة يكون
احنا مقدماتنا تشمل مختلف المجالات، مثل نتابع المرضى عن طريق العيادات وعن طريق اللي هو التليميديسن، الطبيب لكل مواطن بدون ما المريض نفسه يحضر اذا محتاج حضوره مهم، يعني اذا لا يعني حضوره مو ملزوم ب مثال ناس تحتاج أشعة فلازم يكون حضوره موجود، ففي ناس لا ما تحتاج وجوده مو مش مهم وجوده مستشفى، فتواصل اليوم بال صوت وصورة عن طريق الكمبيوتر. نعم طبعا اكيد. تفضل دكتور. عندك كمان بعد المرضى اللي هم كانوا داخلين بسبب اصابات بليغه، نعم، وعقب ما يحصلون علاج وكل شيء عند خروجهم من المستشفى نعطيهم رقم خاص عشان للتواصل للحالات اذا في شيء طارئ، عشان بس نكون على طول التواصل وياهم. نعم يعني ايضا دكتور هاي تعتبر من الخدمات المميزه اللي يتم يعني تقديمها ما بعد يعني وجود المريض في المستشفى، التواصل مستمر على اساس انه يكون تواصل نعم مستمر. اكيد دكتور يعني هناك في الكثير من برامج التوعيه بحكم ان هذا القسم يعتبر من الاقسام المهمه والحيويه، شو البرامج التوعيه اللي القسم يقدمه للمراجعين؟ بالنسبة للمراجعين عندك دائما بالنسبة لقصدي يعني المراجعين عن طريق العيادات دائما ننصحهم خاص العيادات انهم بعد العمليه بعد ما نقدم لهم خدمات العمليات، مثلا مريض كان دخل بسبب اصابه وخلص العمليه وكل شيء عنده خروج يستلم كل انواع ال سواء من الطبيب أو سواء من المرضى التعليمات والإرشادات المفروض يتبعها يعني. ومثل ما قلت في بعض جزء معين من المرضى نعطيهم الرقم في رقم خاص أساس يكون في لا سمح الله في أي في شيء هو مو متأكد منه يتواصل ويانا على طول. وفي عندنا بعد مثل إرشادات إنه إحنا نروح بنفسنا للعيادات الخارجية ونشوف المرضى والدكاترة اللي موجودين في العيادة الخارجية أساس نوعية المرضى اللي هم إحنا ممكن نستقبلهم في المستشفى راشد. نعم يعني يكون في دكتور تنسيق بين العيادات الخارجية في المستشفى وأيضا بين يعني الأقسام الداخلية في المستشفى. نعم نعم صحيح صحيح. طبعا دكتور هناك أكيد يعني بعض الإجراءات اللي مفروض الشخص إذا تعرض يعني لأي حادث في اليد، شو النصائح اللي عامة أنتم تنصحون فيها إذا تعرض لأي مشكلة في اليد سواء في اليد نفسها أو في الأصابع يعني قبل لا يوصل إلى مركز الإصابات أو الحوادث؟ طبعا الواحد لازم يهتم في الجرح نفسه، يعني إذا كان مثلا على سبيل المثال ملوث بالرمل أو غيره يستحسن أن ينظفها بالماء ويغطيها بقطعة نظيفة أو شاش إذا موجود، وعدم التأخر طلب العلاج لأن كل ما يكون أسرع كل ما يكون أحسن. للأسف طبعا نشوف ساعات إنه مريض متأخر وايد وهذا يؤدي إلى تلوث الجرح والتأخير في حصول العلاج نفسه، يعني تحسن العلاج. صحيح. وفي بعض في حالات مثل حالات البتر لا سمح الله ننصح عادة إن يحفظ الجزء المبتور في كيس يكون كيس ناشف يعني ما في ماي، بس الكيس هذا نفسه ينحط في كيس ثاني في ماي بارد جدا بحيث إن الإصبع نفسه أو الجزء المبتور نفسه ما يكون داخل الماي. الماي نعم. بس في نفس الوقت يكون محفوظ بدرجة برودة عالية يعني أساس لا يتلف الجزء المبتور. صحيح. طبعا هذا دكتور أكيد يعني شيء مهم ويعني نصيحة مهمة، إذا الشخص تعرض لهذا النوع من الحوادث لابد أن أيضا يكون على علم مثل ما تفضل دكتور بأنه يعني يلجأ للمستشفى بأسرع وقت، لأن التوقيت يعني في هذا الشيء مهم جدا دكتور. وأيضا أتوقع يعني سهل عليكم أنتم أيضا الأمور الأخرى اللي يحتاجها المريض. أكيد هذا تقريبا نغطي راحين نغطي مدينة دبي ونغطي حتى الإمارات الشمالية، ودائما ننصح
العيادات والمستشفيات إن لا سمح الله في وجود حالات مثل هاي على طول مثلا المريض يطرشون عندنا في أسرع وقت ممكن. صحيح. أساس يكون نتيجة العلاج أحسن ما يكون. صحيح. دكتور شو أكثر الحالات اللي يعني توصلكم في هذا الموضوع؟ في أكثر حالات طبعا حالات العمال للأسف بسبب الإهمال عدم لبس القفازات الواقية. نعم. متخصصة هاي في قفازات طبعا متخصصة للعمال بس وللأسف كل ما مثلا يجيك المريض وعنده إصابة هل كنت لابس قفاز؟ طبعا الجواب يكون لا. نعم. لأن حتى لا سمح الله هو لابس قفازات إصابة ما بتكون إصابة شديدة مثل عدم لبس القفاز. صحيح. طبعا دكتور أكيد الجانب التوعوي والتثقيفي مهم في هذا الجانب. إيه أكيد ودائما ننصح إنه مكان العمل لازم يكون في شخص مرشد مثل الحالات السيفتي يعني أساس لبس القفازات والخوذة وغيرها يعني أساس يكون المكان العمل مكان آمن. وطبعا أنت من تعرف الحين فترة الشتاء والأنشطة الجديدة خارج المنزل مثل خاصة لبس ركوب الدراجات الدراجات النارية بالأصح. صحيح. وللأسف معظم المصابين في الدراجات النارية يكون ما أقول لك الأطفال بس يعني الشباب يعني. صحيح. وفي منهم الأطفال طبعا وتكون إصاباتهم بليغة خاف معظم الأحيان لهذا واحد يقول يعني حتى في أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة يكون محتاط وإذا في مجال يلبس خوذة وقفازات وهذا أساس حتى لا سمح الله في حدوث حادث يكون هو يعني في وقاية يعني ما تكون شديدة. صح. دكتور باسم عندنا دقيقة إذا تحب تعطي كلمة أو نصيحة لمستمعينا الأعزاء حول موضوع اللي تكلمنا فيه اليوم. طب أنا أنصح الكل طبعا النشاطات مهمة جدا كل أنواع الرياضة وكل أنواع الأنشطة خارج المنزل. صحيح. خاصة الفترة هاي بس أنصح الجميع إنه يكون محتاط ووجود الكبار مع الأطفال في المنتزهات والأماكن خاصة طبعا ثاني على الدراجات النارية هاي الأخطر شيء هاي وجود الكبار مهم جدا أساس السرعة الزائدة أو التهور الزائد ممكن يؤدي إلى إصابات لا سمح الله. فالإرشاد مهم. صحيح. والوقاية مهمة وكل واحد يرد البيت تالي من كل يوم إن شاء الله. نعم. الدكتور باسم عبد الحميد أخصائي جراحة العظام في قسم جراحة اليد بهيئة الصحة بدبي كل الشكر والتقدير لك دكتور. شكرا لك. مستمعينا الأعزاء مثل ما تفضل الدكتور بأن الأخذ بالإجراءات إجراءات الأمن والسلامة في ممارسة أي نوع من الأنشطة الرياضية مهمة لتقليل الحوادث. بناخذ معاكم فاصل مستمعين الأعزاء وبعد الفاصل عندنا مصطلحنا الطبي لهذا اليوم وأيضا فقرة التغذية. دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ونرحب بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان تمدد الأوعية الدموية الدماغي. تعتبر طبعا تمدد الأوعية الدموية الدماغية هو تضخم أو انتفاخ في الأوعية الدموية في الدماغ وغالبا ما يبدو التمدد أيضا شبيها بالثمرة المعلقة. ويمكن أيضا لتمدد الأوعية الدموية الدماغي أن يسرب أو يتمزق مما يؤدي إلى حدوث نزيف في بعض الأحيان في الدماغ وأيضا بعض الأوقات في سكتات دماغية نزيفية. وكثيرا ما يحدث تمدد الأوعية الدموية المتمزق في مكان بين الدماغ والأنسجة الرقيقة التي تغطي الدماغ.
ومن مصطلحنا الطبي إلى فقرة التغذية اليوم تحت عنوان تغذية الحوامل، ومعنا الأستاذة سهير محمود أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي. الأستاذة سهير صبحت الله بالخير والنور والعافية. هلا صباح الخير. صباح النور أستاذة سهير. نحن طبعا دائما نسمع بأن يعني المرأة الحامل لازم تأكل عن شخصين. نعم. بحكم أنه يعني هي حامل الغذاء لها وللجنين. فطبعا أنا أتوقع أن يعني المصطلح هذا غير صحيح، ولكن الصحيح هو يعني تغذية المرأة الحامل بحيث أنه يكون متوازن ويكون شامل كل الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها أو تحتاجها الأم والطفل. إذا عندك أي تعليق تفضلي، على أساس إذا ما في تعليق نبدأ وتعطينا اليوم معلومات عن تغذية المرأة الحامل. تمام. هلأ طبعا المرأة الحامل تعتبر يعني من الفئات اللي هي المفروض أنه نحن نعتني فيها، وهي أصلا تعتني بنفسها. صحيح. عن طريق أنها تأكل أكل صحي وتأكل حمية متوازنة، تحصل على السعرات الحرارية اللي بيحتاجها جسمها وفقا لوزنها قبل الحمل. صحيح. لأنه نسبة زيادة الوزن خلال الحمل تعتمد على وزن يعني المرأة قبل ما تحمل. غير هيك كمان الحمل، يعني المعلومة اللي أنت حضرتك قلتها أنه المفروض المرأة الحامل تأكل عن شخصين، هاي معلومة خاطئة، بس إحنا يعني متداولة بمجتمعاتنا يعني الأمهات والجدات بيحكوا هيك، بس هاي معلومة مش صح، لأنه المرأة الحامل خلال أول 3 أشهر من الحمل ما بتحتاج يعني سعرات حرارية زيادة نهائيا، بتضل على احتياجاتها البيسك يعني اللي هي بيحتاجها جسمها. على ثاني 3 شهور من الحمل ممكن إنها تحتاج تقريبا 300 سعرة حرارية، هذا الشيء يعادل مثلا كاسة حليب كامل الدسم وموزة مثلا، يعني تخيل انت بس هذا كل شيء هتحتاج زيادة خلال الحمل بثاني 3 أشهر. صحيح. واخر 3 أشهر رح تحتاج أراوند 400 ل 500 سعرة حرارية، مش اكثر من هيك، يعني وجبة صغيرة زيادة على اكلها، مش انه وجبة كبيرة. حتى طبعا دائما المرأة الحامل بيكون في عندها كمان بكون بس في عنا بعض يعني المعادن والفيتامينات اللي هي المرأة الحامل تحتاجها بكمية أكبر شوي عن الشخص العادي، اللي هي عندك الكالسيوم، الفوليت، الحديد، والبروتين. البروتين طبعا اللي هو موجود باللحوم، بالدجاج، بالأسماك، بالمكسرات، بالأجبان، بالبقوليات، الفاصوليا والعدس والحمص والأشياء. والكالسيوم اللي هو طبعا موجود بالحليب، بالألبان، بالأجبان، وأيضا موجود بالأسماك، لكن إحنا دائما بننصح المرأة الحامل إنها تأكل الأسماك اللي قليلة بالزئبق، معدن الزئبق. ليه؟ لأنه ممكن إنه يسوي تسمم لا سمح الله وبيؤدي إلى تشوهات بالجنين. نعم. غير هيك كمان في عنا الخضروات اللي فيها الخضرة اللي هي زي الجرجير، الرويد، هالأشياء، الكيل مثلا، هي فيها نسبة كالسيوم. نعم. والفوليت اللي هو موجود، هو الفوليك أسد عموما، مفروض يعني المرأة لو أنه هي عم بتخطط أنها تحمل قبل بشهرين أو 3 من الحمل تبلش تاخد حبوب فوليك أسد، لأنه الفوليك أسد كتير مهم لتكوين الجنين خصوصي أول 3 أشهر. حتى كمان في عنا دراسات قديمة أثبتت أنه المرأة اللي بيكون عندها نقص بالفوليت ممكن هذا الشيء يؤدي إلى تشوهات بالجنين خصوصي بالجهاز العصبي، العمود الفقري والدماغ. نعم. اللي هني أول شيء بتكونوا، فدائما إحنا بننصح النساء الحوامل ياخدوا بس أول 3 شهور. وموجود طبعا هو بالكبد الحيواني، يعني مثلا للدجاج أو للحوم مثلا خروف أو بقر أو whatever، النات مثلا، مكسرات، البقوليات، البيض، الخضروات اللي فيها الخضرة كمان فيها فوليت، والحديد طبعا اللي هو موجود نفس الشيء ب الأورجان ميت اللي هي بتكون عبارة عن الكلى، عن الكبد، بس هاي طبعا بتكون عالي بالكوليسترول، فممكن تاخد لحمة حمراء. وأيضا موجودة بالخضروات اللي هي الخضرة، موجودة في البيض وهكذا. وحتى كمان في عنا هلأ نحن صرنا مثلا البريكفاست سيريال اللي هو حبوب اللي ناخدها الصبح إحنا على الفطور، اللي هي الكورنفليكس والأشياء، جرونيلا، مدعمة بالحديد والكالسيوم والفوليت هالأشياء كمان. صحيح. نعم. وفي عنا تفضل. لا تفضلي، تفضلي، الله يبارك فيك.
في عنا كمان حد معين من الوزن اللي هي المفروض النساء انها تزيده خلال الحمل. هلا بالنسبه لوحده مثلا وزنها طبيعي مفروض انها تزيد نص كيلو بالاسبوع. وحده مثلا عندها سمنه او مثلا زياده بالوزن مفروض انها تحاول انه ما تزيد اكثر من نص كيلو خلال اسبوعين، يعني تزيد اقل من نص كيلو بالاسبوع اساس انه يعني 0.75 كيلو جرام تزيد خلال اسبوعين مش اكثر. طبعا هذا الشيء ما فينا نتحكم فيه احنا، بس يعني المرأة الحامل تحاول انه لما يجيها مثلا وحام يعني على اكلات معينه غير صحيه ما تحرم نفسها، تاكل لكن كميات بسيطه، وتحاول دائما انها مثلا لما تتوحم على شيء مثلا اذا كان صحي عادي تاكل مثلا كميه شوي اكبر عن الاكل اللي مش صحي. وكمان النساء الحامل بيكون في عندهم جوع كثير، فتخلي مثلا عندها بالبراد خضره مغسله مقطعه عشان ان هي كل ما جاعت تطلع الخضره موجوده بالبراد وتاكلها، يعني تنعرش فيها ليه، لانه خلص بكون يعني هيك يعني زي اللي يعني بتسيطر على هاي هذا الوحام بانه ما تروح تاكل اشياء مش كويسه، يكون اوريدي في عندها اشياء مفيده بالبراد. صحيح. وغير هيك في حد معين لزياده الوزن المفروض المراه الحامل ما تتعداه، يعني اذا هي مثلا عندها سمنه ما المفروض تزيد اكثر من 5 كيلو خلال الحمل كامل. اذا كانت مثلا وزنها طبيعي ممكن تزيد ما بين 11 الى ماكسيموم 17 كيلو. صحيح. اذا وزنها قليل لا سوري، اذا كان وزنها طبيعي من 6 الى 11 كيلو، واذا كان وزنها قليل ممكن تزيد مثلا من 11 الى 16 او 17 كيلو، تعتمد على الوزن المبدئي قبل الحمل، لانه كمان الجنين يعتبر هو مخلوق يعني سبحان الله نعمه من رب العالمين، لكن هو كمان مخلوق اناني، يعني لو مثلا هي مش عم تاخذ احتياجاتها من الكالسيوم عن طريق الاكل الجنين رح ياخذ من عظامها، بالتالي الجنين رح يعمل يعني المستحيل انه ياخذ احتياجاته، بس بنهايه عمليه الحمل اللي حيتاثر صحيا حتكون الام، يعني حيكون هي اللي عم بيصير في عندها سوء تغذيه بنهايه الحمل. عشان هيك بتلاقي مثلا الحوامل بعد ما يخلفوا اولادهم ممكن يطاقه الشعر، الاسنان كثير تتكسر، الاظافر تتكسر، فيعني بتصير بعدين ببين المضاعفات. نعم. الأستاذة سهير محمود أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. شكرا. مستمعين الأعزاء، مثل ما تفضلت الأستاذة سهير بأن اللي نعرفه بأن المرأة الحامل لازم أنها تأكل عن شخصين، هذا مصطلح أو يعني اعتقاد غير صحيح، ولكنه الاهتمام بالنوعية والكمية لابد أن تكون مناسبة للمرأة الحامل والجنين. من فقرة التغذية إلى فقرة صحة المرأة والتطعيمات الخاصة لسرطان عنق الرحم، بتكون معانا اليوم الدكتورة إيمان الحلبي أخصائية نساء وتوليد بهيئة الصحة بدبي. دكتورة إيمان صباح الخير. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ وعليكم السلام دكتورة، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك. نحن قبل شوية كنا نتكلم مع الأخت سهير عن يعني المرأة الحامل وعن يعني التغذية المتوازنة للمرأة، وحديثنا معك دكتورة عن أيضا موضوع مهم يخص صحة المرأة اللي هي التطعيمات الخاصة بسرطان عنق الرحم. دكتورة لو تعطينا فكرة عامة عن هذا النوع من السرطانات، واللي أنا عارفة يعني هناك الكثير يعني هيئة الصحة بدبي ومستشفى لطيفة عندهم برامج قد تكون يعني توعوية وعلاجات وأنظمة وقائية لهذا المرض. صحيح. بحب أول شيء أشكركم على الاستضافة اللطيفة منكم، هذا الشيء بيشرفني طبعا يعني أكون معكم اليوم. بحب أحكي عن موضوع سرطان عنق الرحم. هلأ سرطان عنق الرحم من السرطانات اللي هي للأسف منتشرة وشائعة بين النساء، واللي بيسببها في معظم الأحيان فيروس اللي هو فيروس سرطان الفليمي اللي هو معروف عنه هيومن بابيلوما فيروس في الانجليش او HPV، واللي معروف انه هذا الفيروس انه له كثير انواع، يعني في له كثير تايب، تقريبا اكثر من 100 نوع. اكثر
الفيروسات اللي هي نحن بنخاف منها هي فيروس 16 و18 اللي هن مسببين لسرطان عنق الرحم. طبعا الفيروسات الأخرى كمان ممكن تسبب سرطان عنق الرحم ولكن أقل خطورة. فنحن بنعتبر إنه الهايرل كان 16 و18. والفيروسات الأخرى غير أنها هي ممكن تلعب دور بسرطان عنق الرحم، هي ممكن كمان تعمل السوالي اللي هو نقول عنهم الورث، الجينيتال وورث. هذول الفيروسات منتشرة جدا، تنتقل بالعلاقة الجنسية، وهي من السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم. فينا نقول تقريبا 99% من سرطان عنق الرحم بسبب هذا الفيروس. لذلك يعني الحمد لله رب العالمين، هذا السرطان في له سكرينينج تيست او تيست يعني ممكن نحن نعمله لاي امراه متزوجه بعد عمر 25 سنه الى عمر 64 سنه، والذي يسمى بالباب سمير او المتعارف عنه بين كل النساء اللي هو مسحة عنق الرحم. هاي المسحة طبعا نعملها نحن كل 3 سنين من عمر 25 الى عمر 64 سنة، ومتعارف عنها جدا بين النساء. ونحن دائما في كل زيارة للطبيبة النسائية، الدكتورة النسائية، دائما بتذكر المريضة فيها، سواء كان تشيك اب عادي، سواء كان جاي ما بعد الولادة، سواء جاي مشان اي استشارة نسائية اخرى. فدائما بنركز عليها وبنذكر المريضة فيها، وفي لها كثير بروشورز، وحتى بمراكز الرعاية الصحية في كثير طبيبات يعني تدربوا عليها حتى انه هم يقدروا ياخذوها من المرضى. صحيح. بالنسبة للتطعيم، بعد ما حكينا عن السكرين أو الباب سمير، طبعا يمكن ما حكيت عنه كثير. الباب سمير هو بينعمل مثل ما قلنا كل 3 سنين. طبعا في شيئين اكتشفنا انه هذا، لانه بالباب سمير نفسه نحن ناخذ كمان عينة الفيروس نفسه، ففي شيئين اكتشفنا الفيروس موجود نحن ممكن نعمله، يعني مور فريكوينت، يعني ممكن نعمله مثلا كل 6 شهور او ممكن نعمله كل سنة، للكشف عن التغيرات البسيطة اللي هي تحدث ما قبل سرطان عنق الرحم. هلأ هذا الفيروس الحلو فيه إنه الحمد لله رب العالمين معظم النساء إذا انصابوا بهذا الفيروس هو ممكن يروح لحاله، يعني مثل الإنفلونزا مثل أي فيروس ثاني. بس ولكن في بعض النساء ممكن إنه هو يتم عندهم بعنق الرحم ويظل لسنوات كثيرة، وهذا اللي بيسبب تغيرات في عنق الرحم، وهي التغيرات نفسها ممكن إنها هي كمان تروح لحالها بدون أي علاج، أو ممكن إنها تتطور وتصير سرطان عنق الرحم لا سمح الله. لذلك يعني الكشف عن هاي التغيرات مبكرا ممكن إن إحنا نتفادى فيها حدوث سرطان عنق الرحم، بأنه إحنا مثلا نستأصل هذا الجزء البسيط من التغيرات بالليزر أو مثلا جراحيا، بحيث أنه ما تنتشر أو تسبب سرطان عنق الرحم. نعم. بالنسبة للتطعيم يعني حضرتك، لأنه فورا بلشت بالتطعيم، التطعيم هو شغلة كتير منيحة الحمد لله، هي يعني ضد هذا الفيروس اللي هو الفيروس السرطان الحليمي. الحمد لله رب العالمين هو موجود في الإمارات، ومو بس هيك يعني هو هلأ دخل من سنة 2018 على ما بعتقد بالإمارة دبي، دخل من بين جداول التطعيمات المجانية اللي بتنعطى روتيني للطالبات بالمدرسة من عمر 13 سنة إلى 14 سنة، يعني تقريبا فينا نقول الصف الثامن. كثير استقبلت أنا مكالمات من صديقاتي ومسجات إنه بيقولوا لي إنه نحن أول مرة نسمع عن هذا التطعيم، نعطيه لبناتنا ما نعطيه. فأنا بحب يعني أطمنهم وأطمن كل الناس أنه ما تترددوا أبداً بهذا التطعيم. هذا التطعيم جداً مفيد لبناتكم، يقدر يعني يقينا الحمد لله من الفيروس نفسه، يعني اللي هو المسبب لعنق الرحم. يعني في كثير سرطانات بتحدث ما بيكون لها سبب رئيسي، وهو سرطان عنق الرحم
صح هو ممكن يحدث أسباب تانية، بس الفيروس هذا مسبب رئيسي وعامل رئيسي بحدوث سرطان عنق الرحم، يعني مثل ما نوهنا عنه قبل شوي 99% يعني. فإذا نحن يعني قدرنا أنه نتفادى هذا الفيروس أو نقتله لهذا الفيروس أو نأخذ تطعيم بالنسبة له، فنحن نتجنب حدوث هذا السرطان. هو الفيروس بيحمي، عفوا التطعيم بيحمي من هدول التو تايب مثل ما قلنا عنهم 16 و18 اللي هن هاي ريسك، وكمان بيحمي من الفيروسين الثانيين اللي هو 6 و11 اللي بيعملوا كمان الورد أو ال عفوا السواليل. صحيح. يعني هو له فائدتين، يعني بنفس الوقت بيحمي من السواليل بيحمي من سرطان عنق الرحم، ف يعني هو كتير مفيد وكتير كويس. حاليا داخل بتطعيمات الروتينية للعمر 13 سنة بالنسبة للطالبات اللي بالمدرسة، هو عبارة عن جرعتين، أول جرعة بتتاخد يعني أول شهر، بعدين بعد 6 شهور بتتاخد الجرعة الثانية. وكمان صحيح. البنات يعني اللي راح عليهم هذا التطعيم ووصلوا لعمر أكبر من هيك، مثلا عمر 15 سنة وما فوق، كمان في عندهم فرصة أنهم ياخدوه من دور من مراكز الرعاية الصحية كمان مجانا بالنسبة للمواطنات، مجانا إذا هي طبعا ما كانت متزوجة قبل هالمرة. يعني من عمر 15 لعمر 25 سنة عادي فيها تاخده كمان من مراكز الرعاية الصحية، بس ولكن ممكن الجرعة تكون أكثر، يعني محتاجة بدال الجرعتين محتاجة تأخذ 6 جرعات. صحيح. اللي هي أول شهر، بعدين شهرين، بعدين بعد 4 شهور. صحيح. دكتورة إيمان، أيضا يعني نحن تكلمنا بخصوص يعني الوقاية مهمة في هذا النوع من أنواع السرطانات، وأيضا يمكن السرطانات الأخرى أو الأمراض الأخرى، فما هي دور يعني البرامج التوعوية حول هذا الموضوع وأهميتها؟ طبعا البرامج التوعوية يعني تعتبر من أهم الأشياء، وخاصة السوشيال ميديا، الإذاعة، التلفزيون، لأنه هيك المعلومة توصل كتير لعامة الشعب ولجميع النساء. يعني كتير منلاقي نساء يعني ما شاء الله بتلاقيهم educated ومتعلمات وما سمعانين عن هذا الشيء، يعني أحيانا تستغرب منهم. بس ولكن يعني هذا الحكي كنا نشوفه قبل، هلأ ما شاء الله بتلاقي كل ما عم نتطور، يعني كل سنة عن سنة بتلاقي المريضة بتجي لعندك لعندنا نحن بتقولنا دكتور أنا سمعت عن سرطان عنق الرحم، عن العينة ممكن أخذها عينة أو مسحة عنق الرحم، فهذا الشيء كتير مهم يعني الحمد لله رب العالمين. صحيح. دكتورة إيمان الحلبي، أخصائية نساء وتوليد بهيئة الصحة بدبي بمستشفى لطيفة، كل الشكر والتقدير لك دكتورة. شكرا جزيلا. العفو. شكرا جزيلا. شكرا. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الدكتورة إيمان بأن التوعية والتثقيف الصحي مهم جدا لجميع الأمراض على أساس أن تقلل المضاعفات. ومن فقرتنا صحة المرأة وصلنا إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل اليوم في الإعداد، فريق عمل هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.